عبد الله إلى مكانته. أتمنى الأول يعني. بس مثل ما قلت لك. لو راكضه من قبل. حشي ثاني. تكون في المنافسة. أنا بروح أول مرة أكشف المعلومة. بس أنا ما أقدر أتكلم. مهم نعرف متى لازم نتكلم ومتى لازم نسكت، لأن أحياناً السكوت جواب ينفهم عكس ما احنا نبغيه. يمكن كلامك صح، يمكن عكس ما احنا نبغي نتكلم فيه. ما اعرف والله صراحة. نعرف ولا ما نعرف؟ هل المفروض كل شيء نعرفه نتكلم فيه؟ لا مفروض مرفوض. عيل خلاص نظل ساكتين. يلا قول خلنا نشوف. قول مرات نسكت لانه يتعبنا الكلام. هذا المنطق عندي أنا. ومرات نسكت لأن لو شنو بنقول ما بيغير لنا الحال. والله ما أقدر أقول لك أي تبرير. فقلنا نجرب معاه ولو أني يعني مثل ما تقول مو مقتنع. مو مهم نقتنع الحين كثر ما مهم نعرف متى نتكلم ومتى نظل ساكتين. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن متواصل. He's definitely a better horse than that. أنا بمشي ثالث واحد. يعني وراهم واتقاطع ليش أكل الأسباب يبين يعني. هذه اللي حيرت العالم. أي الكلام غير. ليش غير مو غير ليش ما فضل عند فرزون. شوط انتاج محلي وشوط سرعة وفوق ذي شوط هانديكاب، يعني شنو بنقول؟ أغلب الجياد يعني لهم تشانس بس يمكن. يمكن شنو؟ تقريبا في 4-5 روس مرشحين يعني ما بينهم الشوط، فلا تستبعد واحد منهم. الدرة ما أعرف إذا نقدر نرشحها أو لا، خصوصا أنها داخل الشوط كجست بتصنيف 37. الدرة ما شفناها هذا الموسم. بس الموسم الماضي قدمت تقديم رائع، بس يمكن أول سباق لها أحس يمكن تبغي سباق واحد وبعدين احتمال يعني تنفتح. تعرف فرس عندها إصابة فما تقدر تشغلها مثل باقي الخيل، مضطر إنك إياها شوي 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 شوي، فإن شاء الله ما تخونها عامل اللياقة يعني. بس ككلاس تعرفها يعني عندها كلاس ويا ذي الخيل. ككلاس هي أفضل واحدة فيهم يعني، إثبات إنها داشية قز الفرس. عندها كلاسة زينة الدرة وإن شاء الله نحن نشوف. وكيلاش بعد فوز الأخير في نفس المسافة أظن لازم نرشحه بعد. فعلا أنا يعني يمكن أعطي كيلاش أكثر يعني، لو يقول لي تاخذ شنو أقول لك كيلاش، بس إني يعني أعطي 80% 70% اليوم إنه هو يفوز كيلاش. يعني أكثر واحد كيلاش هو
أرشحه يعني في هذا الشوط. على آخر ريس ماله واجزي على قدر صحيح. مستوى الخيل غير عن الخيل اللي غلبها. ثانياً الحصان آخر سباق لي ركض ب 58 كيلو، اليوم ب 62، 4 كيلو فرق زيادة مع فارس غير الفارس اللي حقق عليه الانتصار. ولا بالعكس عبد الله ليه مكانته عبد الله يبعد لي، بس يعني الحصان بعد زين وحسن ما شاء الله عليه بعد من جوكية زيني إن شاء الله، بس نحتاج إلى توفيق يعني نتوفق إن شاء الله. All set for race number two. For race number two. Deroof and Racing انطلق الشوط الثاني على كأس جامعة العلوم التطبيقية من مسافة 6 فورلونغ 1200 متر بمشاركة 9 من الجيادة الانتاج المحلي تصنيف من 0 إلى 35. قلنا في البداية شوط سرعة، يعني مهم نعرف من راح يكون في المقدمة الحين. توقع هاي اللي بيمشي قدام، كلاش بيمشي قدام، يعني في بعض الخيبة تمشي قدام. شنو بتكون خطة مقصود؟ مقصود يقعد وراهم. تشوط من البداية الفاز في آخر مشاركاته في نفس هذه المسافة، الدرة تأتينا في المركز الثاني. مقصود صج فاز في آخر سباق له، بس كانت المسافة 1000 متر وما أعرف إذا نقدر رشحة أو لا. لا هو أتوقع يعني في الألف عندي أفضل، بس لو 1200 على قولتهم كسرة بيكون أحسن. السيدة شوية لو كسرة يصير أحسن لحصان. اسبع كله سيدة الأشواط. بينما المركز الثالث هنالك وي ون 6 تايمز مع عبد الرحيم. هاي الصج ما طلع قدام مثل ما توقع سمير، بس بعد رجع مع نفس الفارس اللي فاز عليه في نفس المسافة. يلا باين فاز عليه وهذا، بس اليوم عيب ان الوزن فوق 60.5 شيل. يعتمد له هالمرة، مرة شوط برنسية وهالمرة شوط غير، يعني نقدر نقول ان عبد الله يرشح هاي اليوم لهالشوط. طبعا رشحه وتدر صباحا ما حد يضمن. ايضا نيفي بلو مع الفارس ميثم احمد، ومن جانب السياج هنالك ايضا مقصود مع الفارس حسين مكي. في هاللحظه احس ممكن نقول مقصود، بس احسك مو موافق في مقصود. لا والله على شغله حصان اشتغل زين هالمره، وايد زين الحصان، باقي توافق من الله يعني ان شاء الله. وفي خيل زين هالمره او بنقول الدره، اتمنى الاول يعني، بس مثل ما قلت لك إن شاء الله عامل اللياقة ما يخونها. وأيضا من وسط الجيل الدرة، ومن الجانب الآخر هنالك أيضا هايل، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع مقصود، وهنالك أيضا محاولات من قبل الدرة، وهنالك أيضا هايل في آخر الأمتار ينتزع صدارة الشوط. كان متوقع من قبل الشوط إبراهيم نادر عنده فرصة قوية في هذا الشوط، وهو بالنسبة للأغلب هو المرشح الرئيسي. وما شاء الله على هايل يعني ركض ركضة حلوة، وتوقيت من الفارس جدا حلو. إبراهيم نادر غن التعريف من أحسن برنتسية في البحرين عندنا، والحصان يعني طايح على الحصان البحرين، ركبه مرتين وغلب مرتين شوطا غلب. بس تتوقعون لو الدرة مشاركة سباق قبل هايل بيقدر يفوز؟ ايزي تو ايزي ما يقدر عليها، هاي ما يقدر عليها كلش، صعب يقدر عليها، بس ان هي جهوزيتها نفس ما قلت اخر الامتار تعبت وصادها هاي، فان شاء الله الريسات الجايه افضل تركب. اكيد قلت لك انا سيد كلاسها، كلاسها غير عن مقصود وعن هاي، كلاسها زين الفارس، بس قلت لك ان هي مشكلتها اول ريس بتركب يعني. راكضة اول ريس انا اخر مره دخلت السكرتشر يعني لو راكضة من قبل حاشفاني لها. ومقصود هي ثالث، أثبت لنا أن مستواه ثابت طول هذا الموسم، حصان في الميزان ما يطلع من أول 3 مراكز. والبركة طبعا في المدرب سمير داود، يعني أنا أعترف بهذا المدرب سمير داود وبهذا الجواد، لأن هذا تقريبا تقدر تقول أخذ يعني الجواد عفوا على السكراب، لكن عدله وضبطه حسب شو اسمه الجوك اللي ركبه. يقول لي ما يبالك سبيس أنا يتردد الحصان، الحين رد قال لي الحصان تيكب البنكر، يقول الحصان جاي من دفع يبي مو يعني ما تعب الحصان، شيكه بالبلينكر، انا قاعد شغله بالبلينكر اشوفها زين زين الحصان، بس ما ام باجاز بخلي على البلينكر يعني يوم الريس، وقلت لك عنده شانس الحصان، الحين قال لي لا ركب له البلينكر، اقول الحصان مو مبند يعني في الحصان، بس مو راضي يطوف حتى الدره يعني مو راضي يمشي عنه. وكيلاش معقوله ما يكون في المنافسه؟ والله ما اقدر اقول لك اي تبرير الى كيلاش، ما ادري وش صار، ما اشوف الحصان مره واحده وقف، ما عنده شنو المشكله ما ادري والله.
توقعته يعني يكون زين في الشوط، بس بعد كل شوط له ظروفه. بونس بوي كحصان هاندي كابر المفروض يكون قبل الشوط هو الأحسن بينه. المفروض يعني الأفضلية حق بوندس بوي على تصنيفه. وصدق كتصنيف الأعلى، بس الشوط مو بهانديكاب حق نقول الكل له فرصة يعني نكتفي في بونس بوي وخلاص. مفروض بونس بوي مفروض، بس ما أهدف هذا حصان جديد، أتوقع أن عنده مستوى الحصان أهدف. 4 سنوات فوزين شماردل، إذا الأرضية ساعفت اليوم الحصان قوي يعني، وتصنيفه بعد 82 يعني عنده مستوى الحصان. ودائما يعني المحمدية ريسينج يختارون وينتقون الخيل الممتازة، مثل ما شفنا مارس لاندينج حصان قدم مستوى، فاليوم ما نستبعد بعد أهدب يكون يعني حصان مميز في الشوط يعني. إن شاء الله احنا نتمنى انه يفوز اليوم، بس في خيل عندها خبرة اكثر منه في هالمضمار، الحصان قاعد يتمرن زين، نتأمل منك الخير إن شاء الله. شوف يعني أهدب بيكون غامض، لو تمكن على الأرضية هذه بيكون له رأي ثاني. المسافة شوي نقول يمكن له 1006 أفضل لأهدب، يمكن، بس احنا لاحظنا هني في خيل وايد من توصلنا من برا تتغير عليها المسافات، خصوصا ان السباقات اللي برا فيها أبهل، يعني تشوف خيل اللي هناك مثلا تركض لك 1200 متر تجيبها البحرين تسوي لك 1600، فان شاء الله نتوقع منه خير اليوم. نعود الى الصداره والمركز الاول مع بونس بوي الحاز على المركز الرابع في مسافه ال 2000 متر في اخر مشاركاته. بس من اللي نشوفه الحين بنقول الشوط بين من ومن؟ بين بونس بوي ويا زيزينيا. كينج اوف ذا ثرون بشعار العفو في المركز الثاني مع لينيو مان، بينما ثالثا هنالك ايضا من جانب السياجه يتواجد الحصان الاجدر بونس بوي، واذا ما فاز ما في عذر ليه. عين نقدر نحط عذر لزيزينيا إذا ما فازت إن هذه السباق الرابع لها في شهر، وما أعتقد يعني عندها أي مشكلة إن تسابق بعد على الرأس، يعني فرس زينة، يعني دائما أقول لك فرس زينة، صعب حتى تكون في المنافسة. يمكن كلامك صح، يمكن يأثر، بس من الملاحظ في آخر سباقاته قاعدة تقدم، وحتى لو كان شوط على شوط ماضي يمكن قد يكون الفرس تحتاج حق سباق على سباق أساس تكون في الفور. سباقها الأخير كان ممتاز، يعني جات في مركز ثاني، فيمكن أتوقع منها تقدم مستوى اليوم. أعتقد أن حيدر مدرب محنك، يعني المفروض في أشواط وفرس مسوي لها جود ريكفرينج، إذا ما صار لها جود ريكفرينج ما بتأدي. بس شفناه في الملاحظ من آخر سباقات جاي تتقدم، مو جاي تتأخر أساس نقول تعبت، وأتمنى يكون كلامي صحيح وتقدم، ولو ولا مقدم قد يكون أسامنا يعني أخطأنا في هذا التحليل. فارس نيل كانل وهنالك المركز الرابع يتواجد كينج أوف ذا ثرون، لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع بونس بوي مع الفارس بادي ماثرز، المركز الثاني هنالك زيزينيا والمركز الثالث أهدف، بينما المركز الرابع أيضا هنالك مدمن، لكن بونس بوي من يقص ما ينتزع صدارة الشوط السادس. We can say Bounce Boy back to his form. Yeah, he's back to himself like he was last year. Very happy to win on him again. He's won from the front, so at least now we know he can go make the run. إلا إن الشوط صار سلو، هو يسوي البيس. يعني لو قعد ورا بيصير الشوط أبطأ من كذي وبيصير مو لصالح، لأن الحصان سبيد واحد. Yeah, well, last time when I rode him, look, he ran in the turf series. He finished, what was it, fourth, wasn't it? So we held him up in behind and he didn't seem to pick up when I came off. So I think changing tactics today really proved that it helped. قلت لك حصان مستواه أفضل من الخيل اللي وياه كامل، يعني حصان عنده مستوى عنده كلاس، بس كان ناقص انه يمكن جهوزيه او الحظ. تقول لي هاي الكلام غير. ليش اليوم غير؟ مو غير. انت ما شفت جسمه اليوم غير صاير؟ الحصان صحته افضل صاير. شوي احسن. واليوم متوقعنا انه يغلب ايزي. بوندس بوي مستوى الحقيقي اليوم هذا مستوى الحقيقي. لا والله عنده الحصان افضل. بس الحصان صحته مو مستقره، يعني للاسف. يعني كنت انا امالي يعني على اشواط الكبار الحصان، يعني اتوقعته. يعني يا خيل هذا لين يعني مستواهم زين طيب، بس كنا يعني نأمل فيه حق أشواط الكبار. So we can see him again in the turf series.
Yeah, I think we probably will. Yeah, and probably see how we go. زيزيني أقول كفو عليها أو أقول لا بعد عندها أكثر ولازم تفوز. في ناس تتكلم تقول إن هي سباقات وايد راحت، أشوف إن مستواها ثابت الفرس. هذه اللي حيرت العالم اليوم الجمهور إن رابع سباق لها وأدت مستوى طيب واجد ممتاز يعني. فأتمنى راحتها ونشوفها في أشواط عشان نشوف مستواها الحقيقي. ترتاح بعد لو بعد نشوفها في سباق ثاني. نشوف شو يصير راح. وأهدب على أنه صج أول سباق بس مركزه مقبول لأنه يا ثالث. أنا توقعت أنه عنده مستوى أفضل ومتأكد وعندي ثقة أن الحصان عنده مستوى أفضل. أكيد كان يحتاج لها السباق. إن شاء الله بنشوفه اليوم شلون. لحين ما تكلمنا مع نيل شفنا ناس. إن شاء الله بنشوف إياه إذا يحتاج شيء إضافي بعد، وإن شاء الله بيكون له مشاركات قادمة بيحقق فيها انتصارا. حصان علي اليوم وين بغلبه؟ مين حصان علي اليوم؟ ليش مين بغلبه؟ في خيل؟ لا لا ما في خيل. راكب في السيريس جاي ثالث يهدي يعني المفروض الا الحصان يعني اذا كان في غلط ولا صح انه مرشح في الشوط المفروض انه يغلب هالخيل يعني المفروض ما يصير في الهانديكاب المفروض مرفوض ما اعرف على الجان ليش ما احسه واثق من ويت فور ايفر عكس كل مره اول مره بيروح المسافه اول مره هالوزن فان شاء الله يعني ان شاء الله نتوفق اياه اما قبل الشوط مستواه يعني هو الافضل يعني مستواه اي هي اللي انا اقول يعني كمستوى المفروض يروح اول مره 1200 اكسترا 200 متر زائدا الوزن فما يندرى يبين الحصان تعرف الهانديكاب ساعات انت حصانك مرشح تشوف يجي حصان من برا بس انا اشوف قبل الشوط هو المفروض يكون زين يروف اند ريسينج انطلق للشوط السابع على كاس المرحوم الوجيع عبد الله احمد ناس بدعم شركه ناس المجموعه من مسافه 2200 متر سباق توازن منصف. انت مشارك بتار ومشارك جيت واي الاثنين يمشون في المقدمه اليوم شنو بتسوي؟ اثنيناتهم نفس الستايل لا بحاول بتار احتفظ به يعني ذاك الريس شوي مشينا بقدام تعب في النهايه احاول احتفظ به That's the plan midfield and then see how we go maybe I take him out because all he does is he's on pace so حتى قلت له يعني على حسب الشوط يعني على حسب البيس اذا صار الشوط سريع بيصير ثاني ثالث اذا سلو يعني يمكن يمشي القدماني تشوف الفارس يعني بس ناجل عندك بعد بينطلق في المقدمه لا ما انا ما بمشي يعني حصاني يا ناجل قدام ما بيمشي مركز الخامس هنالك ويت فور ايفر مع الفارس ابراهيم ومهم الحين نعرف شنو بعد خطة جعفر مع رو أغوستا انا بمشي ثالث واحد ثالث يعني وراهم ورا يا الخيول ديلاك لا بيقعدون ورا مو معقول يروح قدام مسافه بعيد قلت ثالث واحد الناس ما ركب ذاك وغلب عليه يعني رو أغوستا عبد الله فيصل اوريدي راكب الحصان ذاك فاتوقع اكيد بيعرف انه هذا الحصان زين في الشوط بيقعد وراه وهذاك الحصان يفنش ف يعني هني شطاره الجوكيه هني بيكون وان شاء الله كل شيء يناسب يعني الخير يعني بال بشعار المحمديه ريسنج بالكف الابيض وما اعرف اذا في هاللحظه نحط حساب حق حصان المحمديه الجديد اركتيك فيجا او لا الحصان الجديد مال المحمديه المفروض يكون زين راكض ويت فور ايفر ذا الحصان نفس يعني راكض مع بعض بس لازم نشوفه يقدم على الارضيه في البحرين اساسنا يعني يعطينا انطباع انه انطباع طيب طبعا لما يركض ما نقدر نقيمه كترشيح منطقي طبعا الكل بيقول ويت فور ايفر بس احنا بعد نرشح حصاننا نتمنى انه يقدم مستوى اليوم يعني حاليا نقدر نقول كل الترشيحات ترجعنا الويت فور ايفر بس هذا ريس يعني هو أكثر حصان يعني له نصيب في الفوز على المستويات اللي قدمها الريسين اللي قدمهم يعني أفضل حصان لكن طبعا كل مدرب يعني ما يقول خلاص نهاية الطريق هذه خيل والخيل يعني فوز وخسارة ما تدري هم دينين خيلهم سيئين يمكن هم لا ميزانهم مو فوق يمكن هم سوون بعد خالد
بس يعني عموما ديلين خيل لش بقايا عند الله العلم، يعني ما نستغفل بقايا الخيل. احنا ما نبي نستغفل باقي الخيل، يعني معقولة اللي بيفوز ثاقب، معقولة اللي بيفوز نايجل، أو معقولة اللي بتفوز حصة. بس بعد حاليا ممكن أقول جيتوي. ما أعتقد جيتوي بيكون يعني حاضر لحضور بين هذين الجوادين. حصان زين ممكن في البليس يعني المركز الثالث أو الرابع، بس المركز الأول والثاني بيكون بين الجوادين هذين. اللي هو ويت فور إيفر روجا أوغوستا. نعم بين هذين الجوادين، وعلاوة على أن الفرسان أيضا بيكون بيلعبون لهم دور في هذا الشوط طبعا. شيء أكيد الفرسان يلعبون دور، وعلى هالأساس إبراهيم نادر اليوم ما شفناه مع جيتوي. يعني جوكي من حقه يختار الخيل الأفضل. انطلاقة ويت فور إيفر مع الفارس إبراهيم نادر، لكن صدر حتى الآن مع جيتوي، والمحاولات قائمة أيضا من قبل أركتيك فيجا مع الفارس نيل كالان، ومن وسط الجهاد حصة أيضا مع الفارس لدينا مارتن سيدل. لا تزال الصدارة والانطلاق حتى الآن مع جيتوي، بينما أركتيك فيجا يحاول أيضا. إذا جيتوي وأركتيك فيجا خطوة بخطوة على خط النهاية. إذا أركتيك فيجا يبدو لي ما ينتزع صدارة الشوط. شوط انحسم بصورة الفوتو فينش، بس معقولة في هالصورة ما نشوف ويت فور أبر؟ ما أعرف والله صراحة، ما أدري، يمكن هالسؤال يقدر يجاوبه على إيجاه أفضل. أول مرة أركب الحصان تراك الدخلاني، الحصان ما عجبه وايد فاست على التراك. بس المعلومة أول مرة نكتشفها الحين. أنا بروحي بأول مرة أكشف المعلومة، ليش؟ لأن هالحصان على هالعمر تعرف حساس، يتحسس تعرف، يعني هذا حصان ذكي، تشوفه very hard ground، أكيد ما يستعمل روحه، يعني don't use his self. زين بس إحنا قلنا الحصان يفرق عنهم مستوى، الحصان يعني جاي في السباق الدولي ثالث وأول مشاركة لثاني، يعني ما نعرف شنو السبب. صحيح انه على الوزن الاعلى، بس ما اعتقد انه سبب مقنع انه يجيب هذا المركز. لا انا حصاني كان اوكي، بوزيشن ماله كل شيء اوكي، بس ما اعطى تيرن اوف فوت في السيدة عدل. يعني الحصان ما غير اكشن ماله، رايح على بيس ماله. الحصان اول مره نشوفه بيس ماله كذي، الحصان يغير يجي يعني عنده، بس اليوم ما شفنا على بيسه، ما سبحان الله ما اعطى. ليش؟ اكو اسباب يبين، يعني ما اول مره يركض على الجراس على هالجراوند، ما تدري يمكن مره ثانيه، يمكن ما ركض مره ثانيه على هالجراوند. ولا تقولون لي من اللي شفناه من أركتيك فيجا هذه بيكون اقصاه. ما اعتقد بعد يمكن ننتظره، اليوم ادى سباق زي ممتاز، يمكن الشوط ما كان كلش في مصلحته، اتوقع لو كان في بيس افضل بعد كان بيركض احسن. صح الحصان ما ينقص شيء، حصان قوي جايب سمعه طيبه، صحيح انه نزل ريته الى 77، بس اليوم ركض كاول مشاركه له، خلينا نقول تبشر بالخير. حصان ما شاء الله عليه توب الحصان، مقاتل يعني، لو منطالع الشوط جيفوي لف البند وشرد، والحصان كان وراه ثلاثة طول أربعة طول، ولا هو لو كان يعني من البدايه لحقه يمكن يغلب طولين ثلاثه، بس لان اتوقع انه راح ينقطع، ومن كذي اللي صارت المنافسة اللي خط النهاية. ما شاء الله. الحمد لله. لا كنت يعني أنا خايف من حصان على الجان. إنزين بس يعني أنت ما توقعته؟ لا لا حصان رايح شغل زين، بس أنا قلت على حصان على الجان على شغله يعني أفضل. بس جيتوي واجد متحسن مستوى، قاعد يركض كل سباقات أفضل من الثانية، يعني آخر سباق ركض زين ولا قبله فاز، واليوم طبعا أركتيك فيجا ما قدر يتغلب عليه الا بكل صعوبه. كينجز بفرزون رومان روفار، انا روحي يا كينجز. عاطفيا؟ مو عاطفية. لا عاطفية. لأن بند أنا أروح يا كينجز، مو عاطفية، أرشح كينجز. العاطفة مرات تضيعنا، لها سبب، لازم نسأل هالسؤال. منطقيا الشوط نرشح من؟ يعني بالمنطق كنت بتحيز حق حصاني سي. لا بالمنطق أنت بتتحيز، هاي أمنية. أنا هذا المنطق عندي، أنا ما دشيت أنا هاي الشوط إلا متحيز بحصاني. والتحيز في كثير من الأحيان
ما ينصفنا، يعني شوط السرعة معقولة بنقول هالكلام؟ والله الشوط يعني بيكون محسوم إلى بفرزون. والثقة صج مهمة، بس إذا ما كانت في محلها بتخلينا نندم على كل شيء بيصير. روف آن ريسينج انطلق الشوط الثامن والأخير على كاس ناس المؤسسة من مسافة 1200 متر في مشاركة 7 من الجهات بانطلاقة بفر زون. هو بعد كل الكلام اللي قلناه الحين بنرشح من؟ أرشح كينجز وبابا زين وأنا أروح إياه. وزنه زين، شوف 58.5 وزنه زين، أروح إياه كينجز. هاي عاطفة؟ لا مو عاطفة، أنا أروح إياه كينجز. إيه كينجز حصان زين ما تستبعده، بس يعني المسافة الأفضل لكينجز سنترالي 1400 متر يقدمها أفضل من 1200. والله هالمسافة أنا بعد نفسك ما أقدر أرشحه كينجز، يبغى الأبعد شوي، أنا يحب بعد الانتظار هو. ليش لا، يعني حصان عنده سبيد، عنده سبيد في الألف وأربع، فمو ما فيها مشكلة يعني الألف وميتين إذا ناسب ظروف الشوط، ليش لا؟ لا بالعكس، كينجز يجي المسافات من 1200 إلى 1600، بس أتوقع اليوم بيكون لحظوظ قوية في السباق. ما أعتقد، لأن الريس هانديكاب في السيريز حل في المركز السادس. لا تحسب على ركضته هنا، تعرف خيل كانت يعني واجد في الشوط والكل كان يبي يطلع قدامه 62، فما خدم الشوط. يعني مو يعني غريبة أنه يغلب كينجز، لأنه حصان قوي ترى، يعني عنده مفروض. السبع من الجهات بانطلاقة بفر زون هو الذي يقود هذا الشو خطوة بخطوة، مع المرشح الثالث بفر زون مع دينسون رودريغيز. وات ا بزنس في المركز. إذا بتروح مع خيل سبرنت، خيل فيها سرعة، مفروض نقول أول اسم نقوله بفر زون، صح؟ أعتقد الترشيحات تنصب كلها حق بفر زون. بس بند له بفر زون سيدة اليوم، هي بند 1200 بند. كل مشاركاته هالموسم كانت خط مستقيم، نبي نشوفه في البند. سوال من اتوقع يعني انتصار سهل يكون لي. الافضليه حق بفر زون يعني حاليا، بس في جياد منافسه لي يعني. كينجز في المركز السادس هو المركز السابع هنالك ليجند. كسرعه بعد منقول المفروض نرشح رومان ريفر في هالمسافه. حصان قوي يعني اتغلب عليهم كلهم في نفس طريقه يعني الكسره، ومتغلب على بفر زون الموسم الماضي. اتوقع بعد شايل وزن تحت، فبيكون له كلمه في هالشوط اتوقع. يعني بيكون في منافسة قوية إن شاء الله. لا السنة ما أدى رومان ريفر. رومان ريفر السنة العام أدى في 1200 السيدة. السنة مو قاعد يركض، مو العام الحصان. رومان ريفر والله علامة استفهام، يعني من راح السعودية ورجع يعني ما شفناه في الفور. بينما المركز الثاني هنالك أيضا يتواجد رومان ريفر مع دينسون رودريغيز. اللي يكون حطه في الحسبان. إذا يكون في أحسن حالاته ليش لا؟ بس يفتقد أتوقع من السيولي. يا بكون حصان يعني يفاجئ بقوة، أو يكون متراجع مستوى يعني يكون حتى ما يطب مركز. هذا السر عند أبو ناصر مدرب ماله. يعني أليكو بنفضله عن بفرزون؟ ليش ما فضله عن بفرزون؟ بفرزون أنا غالبنا أول ريس، فيمكن نقول بفرزون ما كان جاهز. هذه ظروف الريس ساعات تحكم. بنفضله على رومان ريفر. ريفر رمر ما صدناه احنا ذاك الاسبوع الرابع، احنا اخذنا من عنده، يعني كان فينش حصاننا افضل منه. يعني الحين في احد بيقدر على بافر زون؟ في احد؟ بيلو زيرو لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع بافر زون بشعار فيكتوريا. المركز الثاني محاولات ايضا من قبل رومان ريفر من جانب السياج ايضا وتبزنس، لكن المرشح الاول يطير الى اخر اشواط الامسيه بقياده موفقه من الفارس ديفيد ايجن. وات ا بزنس. بافر زون واضح ان هالسنه غير، واحس بيكسر قاعده فوزي لما قال ما عندنا سبرنتر ثابت في البحرين، صح ولا لا؟ اذا بيكون في حصان واحد يسيطر في المسافات القصيره هو بافر زون. صار الثاني على التوالي، ويعني قياده كانت من ديفريجن، تصرف حلو يعني ما تعبوا يا الحصان، فاز بسهوله. Just watching the replay now is a very impressive run and I would say he's definitely good enough to maybe make a trip over to maybe Saudi or Dubai possibly because he's a top class sprinter. اليوم بنت في بعض الجماعة حكوا انه بس في المستقيم يؤدي. Yeah, that's the I think the change of tactics has been a big help to the horse and obviously Hesham and Fauzi and everyone in the team has done a great job with him, so I've got all them to thank because he's a horse who's got a lot more to come hopefully. قلنا المنافس لكينجز
بس كينجز اليوم ما ركض، يعني ما قدر حتى يحصل على المراكز الأربعة الأولى. ما أدري شنو الأسباب. قلت لك أنا 1004. سؤال أنا شنو قلت لك؟ 1004. لا بس الحصان اليوم قاموا عنا الخيل، صار آخر راس. إيه هلا ذبح مع، رغم إن بوابته أفضل يعني كانت اثنين، بس انخدعت إن الجوكي شوي في القومة. أعتقد عليه علامة استفهام في هذه الركضة يعني. Yeah, disappointing. Maybe they might find something. He's definitely a better horse than that. But I'm sure he will come back and bounce back better than ever. But there was no stopping buffer zone today. وبعيد عن كينكس، في أحد توقع What a Business ثاني؟ صراحة كان مفاجأة. أنا دائما أتوقع المفاجآت من أليكو يعني، بس What a Business كان مفاجأة. والله أتوقعين إحنا صراحة كان بيركض زين، حتى تمرينه، حتى كنا ما بنخليه في الشوط، بس على تمرينه حتى علي قال تخليه، مستواه يقدر يركض إياه. قلت له أتوكل على الله خليه وأثبت يعني. لا صراحة What a Business يعني هو كان مفاجأة الشوط. ركض بحسين مكي، يعني حسين مكي بعد ما الشوط زين. نعم ما قصر حسين صراحة، ركب أخوش ركبه، والجايات إن شاء الله أحسن. ما ودي بعد أطول، بس كل اللي في النهاية بقوله، طبعاً بفرزون أنا أشوفه حالياً أفضل حصان سبرنتر في البحرين حالياً، هذا حالياً اللي أشوفه. إذا بيكون في حصان واحد يسيطر في المسافات القصيرة هو بفرزون. بس المفروض الكلام ما ينقال. قلت لكم في البداية مهم نعرف متى لازم نتكلم ومتى لازم نسكت. صراحة المراية بس مو كان داعي إنه يقول، لأن أحياناً السكوت جواب ينفهم عكس ما إحنا نبغيه. عكس ما إحنا. لا هو ما قال، لا أنا كلمته بس إنك توليت يعني. في النهاية أنت تحدد متى لازم تتكلم ومتى لازم تسكت. باختصار، في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.